نحييكم في اسم المسيح في هذا الصباح الجديد. ما زلنا في بيوتنا لكننا نتعبد للرب معا. Voilà, bienvenue à tout le monde. On va commencer par un chant en arabe et français. Nous venons dans ta maison. ترانيم الرنمة هي في ثلاثة بالعربي والفرنساوي وفي واحدة بس بالعربي. اللي يحب يجهز ترانيم في اسم ربنا الإله هي الترنيمة الأولى. Nous venons dans ta maison, c'est donc le premier chant. والترنيمة الثانية حين أدنو من قدسك. Après, on chantera quand je contemple ta sainteté. والترنيمة الأخيرة أوفر لزيو دي مونكير افتح عيني يا ربي عايز أشوفك. والترنيمة الأخيرة بالعربي بالعربي بحر محبة الفادي لا يحد. نتمنى تكون كلنا مع بعض في ترانيم في الصلاة وفي سماع كلمة الرب. كلمة الرب ستكون من رسالة العبرانيين الفصل 10 فصل 10 من الآية 19 إلى 24. La message vient de la lettre de Zébrou chapitre 10 verset 19 jusqu'à 24. ربنا الليلة عدينا كلنا لنا
إلى بيت الله حيثما كنا كانوا entrons n'importe où dans la maison du Seigneur, c'est-à-dire dans la présence du Seigneur, nous avons la justice de Dieu par le sang de Jésus. عندما ندخل إلى محضر الله حيثما كنا نحن مقدسين بدم المسيح. والشيء الثاني حينما أنظر إلى قدسك حين أنظر جمالك ما هي النتيجة؟ كل الأشياء الأخرى تصبح ظلالا. car nous te contemplons la majesté de Dieu, toutes les autres choses viennent par des grandes valeurs. Parce que la présence du Seigneur est plus valeur que les autres choses. والفصل العاشر ومن الآية 19 إلى 24 هنقرأ بالعربي وبالفرنساوي. Avant de continuer avec le chant, on va lire le texte du message pour aujourd'hui qui se trouve aux épîtres des aux Hébreux, le chapitre 10, versets 21 à 19 à 24. فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع طريقا
كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسده وكاهن عظيم على بيت الله. فنتقدم بثقة، فنتقدم بقلب صادق في يمين الإيمان، مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير، مغتسل أجسادنا بماء نقي، لنتمسك بإقرار الرجاء راسخا، لأن الذي وعد هو أمين، ونلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Amen. ترنيمة الجاية هي ترنيمة كصلاة نقول لله فيها افتح عيني يا ربي عايز اشوف. On va continuer avec le chant Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. ليت هذه تكون فعلا صلاة كل واحد وكل واحدة فينا. بعد كده هنختم بالترنيمة بحر محبة الفادي لا يحد. Et on va chanter ce chant dans un mot de prière. Thank you.
محبة الفادي. بحر محبة الفادي لا يحد متسع في الكلمة عن مفهوم هذا الطريق الذي يتحدث عنه كاتب رسالة العبرانيين، الطريق إلى محضر الله طريقا كرسه السيد المسيح. يقول كاتب رسالة العبرانيين في الفصل الحية بينه وبين الإنسان، الله دائما كان يدعو الإنسان لكي يكون في محضره منذ البداية، والله يقدم كل ما هو يمكنه لكي يعيد الإنسان دائما إلى محضره. كل تاريخ العهد القديم قبل مجيء السيد المسيح يرينا كيف كان الله بطرق مختلفة يدعو الإنسان إلى هذه الشركة العظيمة معه، ابتداء من جنة عدن حتى بعد الطوفان، وفي دعوة إبراهيم، وفي دعوة الشعب، وفي بناء الخيمة الاجتماع والهيكل. كان الله يريد أن يكون له علاقة مع شعبه، أن شعبه يرى القداسة ويرى حضور الله في وسطه في القدس، في المكان الذي كان تقدم فيه الذبائح والقرابين. كان يدخله الكاهن ويقدم القرابين والأضحية التي عن طريقها يستطيع المؤمن اليهودي، الرجل اليهودي، أن يدخل إلى محضر الله ويجد الغفران. في قدس الأقداس، وهو الجزء
مميز في داخل خيمة الاجتماع وفي الهيكل، كان يدخل فقط رئيس الكهنة مرة كل سنة. وفي داخل هذا القدس، قدس الأقداس، كان يوجد التابوت الذي يطلق عليه تابوت العهد، رمزا لحضور الله في وسط الشعب، حضور الله في وسط شعبه. كان يدخل رئيس الكهنة مرة ويقدم ضحية عن خطيته وضحية عن خطايا الشعب. من هذا المفهوم يقول كاتب رسالة العبرانيين: أيها الإخوة، لقد تبدل الحال، لقد تبدل الحال بأن لنا ثقة عظيمة أن ندخل إلى الأقداس. نحن ندخل إلى الأقداس بدم المسيح. لما مات المسيح على الصليب، من الأشياء التي حدثت، نعم حدثت ظلمة، وتحدث المسيح كلماته السبع على الصليب، لكن الحدث المهم هو أن الحجاب الذي كان يفصل القدس عن قدس الأقداس في هيكل، في الهيكل الذي كان يتعبد فيه اليهود، يقول أنه انشق، أي أصبح الطريق مفتوح أمام الكل لكي يدخلوا إلى قدس الأقداس الذي كان لا يدخله إلا رئيس الكهنة مرة كل شهر، وغير متأكد أن الله سيقبله أو لا يقبله. التاريخ يقول لنا أن عندما كان يدخل رئيس الكهنة إلى قدس الأقداس، كانوا يربطونه بسلاسل حتى يعرفوا من صوت السلاسل أنه ما زال حيا. وإذا مات في داخل قدس الأقداس، لا يجرؤ أحد أن يدخل لكي يخرج جثمانه، لكن كانوا يسحبونه بالسلاسل من قدس الأقداس. أيها الإخوة، ليس هكذا معنا نحن المؤمنين. لنا ثقة بالدخول إلى قدس الأقداس بدم المسيح، طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب، أي جسده، جسد المسيح هو الذي وموته على الصليب، دمه وموته الكفاري أعطى لنا هذا الحق أن ندخل إلى قدس الأقداس، لأن لنا رئيس كهنة عظيم على بيت الله هو المسيح. صدقوني، هذه نعمة عظيمة قد لا نشعر بها كمؤمنين. ونحن ندعو الله أبونا، ونحن نتقدم إلى محضر الله، يجب أن تكون لنا هذه الثقة أن خطايانا قد غفرت، ليس لأننا أبرار أفضل من الآخرين، لكن لأننا خطاة غفرت ذنوبنا بالمسيح. الله بيّن محبته لنا، ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. لتكن عندنا هذه الثقة عندما نأتي إلى محضر الله. نحن لا نقف بمفردنا، نحن لا نقف وراء رئيس كهنة بشري، مع أننا نتعبد وراء القادة ونرنم مع القادة، لكن ما يؤهلنا للدخول إلى قدس الأقداس، إلى محضر الله، هو دم يسوع، دم يسوع المسيح، دم طاهر بلا خطية، ليسترنا ويرانا الله في المسيح مقدسين كاملين بلا خطية. وهكذا عدد الشركة العظيمة بين الإنسان وبين الله، مجد الله تحقق لنا ونراه في المسيح، ونراه عندما ندخل إلى العبادة ونحن مستورين في دم المسيح الذي ضحى بحياته لأجلنا. هذا مفهوم عظيم لا نجده في أي عقيدة ولا أي ديانة أخرى عن التقرب إلى الله. نحن نتقرب إلى الله ليس على أساس كفاءتنا أو برنا أو قداستنا أو أعمالنا الصالحة، لكننا نتقرب إلى الله ثقة بالدخول بدم يسوع، طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب، أي جسده. هذه الحقيقة رآها أتباع المسيح الأوائل، تمتع بها كل من تقبل المسيح مخلصا وفاديا. مجد الله تحقق في المسيح عندما قال الرسول يوحنا في الإنجيل الأول: رأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. الكلمة الأزلي صار جسدا وحل بيننا، هذا هو المجد العظيم، الشكينة كما كان يظهر الله للشعب القديم سواء في خيمة الاجتماع أو في الهيكل، النور والمجد الذي يريدنا الله أن نختبره. نحن ندخل أيها الإخوة بثقة، هذه الثقة ليس
بخوف من أن الله يقبلنا أو لا يقبلنا، نحن نستتر في المسيح. ليس اسم آخر قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص غير اسم المسيح. نتقدم بثقة لكي ندخل دم المسيح. بعد كده في الآية اللي بعد كده يقول نتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان، مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير، مغتسل أجسادنا بماء حي. بمعنى عندما كان يدخل المتعبد إلى بيت الله بدم الأضحية والقرابين وبأعماله وبما يقدمه في يديه لله، نحن نتقدم في يقين الإيمان قلوبنا مطهرة بدم المسيح، ضمائرنا الشريرة اغتسلت، مغتسلة أجسادنا بماء نقي. نعم، نستطيع أن نقول في يقين الإيمان أننا خطايانا قد غفرت ولنا الحياة الأبدية، ليس لأجل برنا، ليس لأجل أعمالنا، لكن لأجل بر الكامل، بر المسيح الذي اكتسينا به. هذه حقيقة قد نشك فيها بعض الأحيان ونظن لا يعني الموضوع ليس بهذه الطريقة. نعم، هو بهذه الطريقة. عندما نكتسي ببر المسيح، عندما نأخذ المسيح بالإيمان في قلوبنا، سوف تكون قلوبنا مطهرة بدم المسيح، أجسادنا مغتسلة بماء نقي من كلمة الله. نتقدم بثقة، لنا حق الدخول في يقين الإيمان. وفي الختام أقول أن هذه هو مكانتنا نحن، لكننا نحن كجماعة نحن نسير معا. حضورنا في الاجتماعات، كنائسنا، علاقاتنا مع بعضنا البعض مهمة جدا في عندما نسير في بيت الله، عندما نتعبد الله. نحن نتقدم إليه كجماعة، يقول نتمسك. والحقيقة خلي بالكم، كل الأفعال التي يريدها الرسول كاتب رسالة العبرانيين هي بالجمع ليس بالمفرد. فيقول نتقدم، بعدين يقول نتمسك بإقرار الرجاء راسخا، لأن الذي وعد أمين. كما قلت في كلمتي أن إيماننا وثقتنا ليس لأننا نحن أبرار، لكن الذي وعد صادق ولا يبدل وعده، لا تبديل لمواعيده. نعم أيها الإخوة، يقول رسول يوحنا لنا حياة أبدية. نعم لنا حياة أبدية، قد انتقلنا من الظلمة إلى النور، من سلطان إبليس إلى سلطان الله. نعم لنا هذا اليقين، لنا هذا الأمل، لنا هذا الرجاء راسخ. نتمسك بالرجاء راسخا، لأن الذي وعد هو أمين. نقترب إلى الله، نراه أنه هو مصدر رجاؤنا ومصدر ثقتنا ومصدر غفران خطايانا. لكن لا يمكن أن أختم قبل أن أقول هذه الملاحظة، بل والأمر الذي يضعه الكتاب المقدس أمامنا، لنلاحظ بعضنا البعض، لا لكي ننتقد بعضنا البعض. هناك الكثير من المؤمنين في الجماعة الذين يلاحظون البعض هم البعض لكي يجدوا أخطاء، لكي يشيروا بأصابعهم على هذا الخطأ أو هذا الخطأ. كلنا لدينا أخطاء في سلوكنا وفي حياتنا، لكن يقول نلاحظ بعضنا البعض للتحريض على المحبة. شيء عظيم أن نتمثل بهذه الصفة التي كانت في المسيح، الذي لم ينتقد ضعف تلاميذه، بل كان في مرات كان يوبخهم لأنه لا يريدهم أن يكونوا في حياة الضعف، ولكن في مرات كثيرة كما يقول عنه الكتاب أنه كان يتقبل ضعفاتهم. فتيلة مدخرة لم يطفئ السيد المسيح، قصبة مردودة أي عصا على وشك أن تنكسر لم يكمل عليها ويكسرها، لكنه كان جاء لكي يعيد الكل وكي يصحح الكل. لنلاحظ بعضنا البعض للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة. نحن نكرز كثيرا عن محبة الله، نفتخر بأن لنا هذا الحق، حق الدخول، ونحب هذه الصفات في الله أنه الأب ونحن أبناءه، وهذه حقائق. لكن عندما تأتي لكي نحب بعضنا البعض، لكي نظهر طبيعة الله في حياتنا وفي سلوكنا كجماعة،
صدقوني مرات كثيرة نفشل لأن عيوننا البشرية قاصرة، لكن هنا يحرضنا الكتاب المقدس، نلاحظ بعضنا البعض للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة. نعم، نحن لنا طريقا كرسه المسيح، طريقنا إلى الله عن طريق المسيح، ونحن نسير معا. يجب أن نمسك بأيدي بعضنا البعض، نشجع بعضنا البعض، نقوم الضعفاء ونقيم الساقطين. مهما كان ضعف الأخ أو الأخت في الجماعة، علينا أن ننذره بحب كما يقول الكتاب المقدس: ناظرا إلى نفسك. كل واحد ينظر إلى نفسه أنه ممكن يقع في نفس التجربة وفي نفس الخطأ. نلاحظ بعضنا البعض للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة. لإلهنا كل المجد. يمكن نختم بترنيمة أبانا الذي نتركه، وأنا أشجعكم أن تتمسكوا بالثقة التي لنا في الله، وأن نكون دائما عارفين من الذي أحلنا وما هو واجبنا، ونحن في رحلة الحياة إلى أن نصل إلى السماء. فلنا نختم بأبانا الذي، يمكن افتقدناها كثيرا لأننا لسنا في الكنيسة ونرنمها، لكن نرنمها مع بعض. نتربيه إن أراب الروح القدس تكون معنا وتدوم فينا من الآن وإلى الأبد. آمين.